الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فحقضنا الدرس الخامس عشر من دروس الفقه من متن أبي شجاع. درس شني تمنات دروس الفقه كمد أه كتاب أبي شجاع يعني كقاضنا بإذن الله تعالى. وحنكون قد جرني قيبة الدهارة ذا وحنسو هيني فصل كأقدم بيو قيبة الدهارة ذا وشيخ النقو برايي حيلتك اي نفاسك اي استحاضة ذا وحنسو قارني قيبة أقدم بيسا فصل كان وشيخ النقو بري دونو وحيابا حرامتك أه قفك قبا حيلتك اي نفاسك اي قفك قبا جنابة ذا اي حددك أسقر كقبا وحيابا حرامتك أه أي شيخ هلك النقو بري دونا. أنت عشرك قدقلين سيدا أن هرئي ذي كوبالا قاذبا إن أن كهدلو وحان جعليست إن أن كهدلو أريمكو سابسا استحاضة ده قفك ديغا استحاضة ده قابا علومة ده وحي أقيبيان قبل استحاضة قبتا تضب صورة أي أقيبيان صورة ده كوباد وحيكو شيغان قبل ده إني تاهي مبتدئة مميزة قف ديغا كوب بلاوضي وحالو لجيدا قفك ديغا كوب بلاوضي وقف هرئانا ديغ أسو أرق oo hadda ayuu ku bilaawday dhigii marka istixaada ayuu isku bedelay istixaada ayuu noqday qofka marka waa mubtadi ayaa liirahada mumayiza macna mumayizna waxa liirahada waa qof kala sooci karto dhigii ayaa wuxuu qabaa laba sifo oo marna uu adag yahay marna waa daciif markuu qawi yahay oo adag yahay ayaa waxay ka soo qaadaysaa inuu xeedka yahay marka uu daciifka yahay waxay ka soo qaadaysaa inuu yahay استحاضتي صورة اللباد وحيكو شيغان علماء قفك ومبتدئة لكن وغير مميزة كلمة سوعي كرتو أو تهديقي أيا وحو قبا هل صفة أيو قبا قفك اسمرك وحيليهين هل مال أي وحيكا سوقا ديسا إنو ديقا عادي هاي سغالي لباتن كمالين وحيكا سوقا ديسا إنو استحاضي هاي لكن وحيكو شرديان إن التقانو مالين تاس ديقا كإيمان أيو سو مالين تاس مركا وحيليهين هل وديقا عادو يوم وليلة أفري لاتن ساع يوم وليلة ديقا عادة أيكا سوقا ديسا سغالي لباتن كالانا وحيكا سوقا ديسا إنو استحاضتها صورة السادة حد حيليه ومعتادة معتادة وحالير هذا وقف هوري سبق لها حيض وظهر وقف هوري ديك أسو أركي ظهر أسو أركي مميزة وليبن ومميزة ويكال سوعي كرتاو ديك وحو قبا مرنا قوية مرنا ضعيف يا مرنا وأدقية مرنا وضعيف طبعا مركو قوية هاي أي ديك عادة كسو قادسة مركو ضعيف كي هاي استحاض أي كسو قادسة صورة أفراد وحيك الشيغان علماء رحمهم الله تعالى ومعتادة لكن غير مميزة ومعتادة هراء يديك سؤالكت الظهري وغير مميزة أو ديك أيهال صفة قبو لكن وحي حصوصا تايقف كان ديك إذا عادة قدرا ووقتا وقتك أو كإماجر نوي حصوصا تاي انت أسعجران مالما أسعجران وي حصوصا تايو وحي لا يذاه مالين تكواد بالوالب مالين تقوه رئيس أيو ديك إيه ماجري لح مالين أيو إيه سعجري قف كان وقت غاس أيو كس عانيسا صورة الشناد وصورة أفراد أيو وحي كلمي تهي إن معتادة تهي غير مميزة واي لكن وحي وغس عان تهي وعكس غيدو وحي هلمام سن تهي عادة ذي قدرا ووقتا أو وقت غو كي ماجري إيو مدد أو سعجري أيبا هلمام سن تهي قف كان وصورة الشناد صورة اللي حد وحي كشيكان وصورة أفراد إي شناد وحي كلامي تاي معتادة غير مميزة واي لكن وحي وقد دوان تاي الذاكر اللي عادتها قدرا لا وقتا وحي حصوصا تاي عادة ذي قدرا لكن وقت أهان ما حصوصنو وحي اللي ذا شن مارين أيو يقصو عجري لكن وقت أيو بلا بجري ما أوغي أو وحي اللي ذا هاي بالوالبا تمن كمارين أوه رئيسة أيو شن مارين إيقا قدعي جري لكن وقت أيو بلا بجري ما حسوسين صورة تضباد وحي كلمتا صورة أفراد إيو شناد إليحاد ومعتادة غير مميزة لكن وحي وقدوان تهي وحي حسوسان تهي وقتك هذا لا قدرا وقتك أي حسوسان تهي أو وحي لاذا وحي وقو بلا بجري ما لنت أوه ريس بالوالبة لكن مدد إيسو عجري إيسو عجري ما حسوسني أي لاذا هاي على كل حال تضبط صورة أي علماء أقيبيان
رحمهم الله تعالى سورة تضباد يميد لحاد يميد شاناد علماء وحيدهان و قبل داس وحلو مقعبة متحيرة وقف وريرسن وارن كيذا كو وريرسن علماء قارنا وحيكوتة وحيدهان محيرة ومد وريرسي وحي فقيها حيرت الفقيها في أمرها قفك فقيها أي أرن كيذا كو وريرسي محيرة نوالي رهذاو إذا أيا لوريريو حيرها الفقيه في أمرها فقيها أيا وريريه سوى البها أهتي ومسائش وأذك فقيك أي كميتهاي مسألة ذان مركا وحلو باهاي هاي إني وحان أود الدار ما يدو مركا إني أقون أولا هذان دي قودة عنا تلمام تدي قودة إني أقون أولا هذان إنو أذكي هاي إنو صنعت كينين إي مذو إي ماركتا مذب كيسة إني تقانو ماركتا أور كيسة إني وصن أور لهينين على كل حال تلمام تدي قيد إني تقانو لبات هذا جرت وحيتها مركي أي قف إسكو أركتو استحاض إسكو أركتو أي سؤالك ودينسا هدي أت سؤالك وعلي سدوات رهديد أو دي جاك المام تيس أي شك إما سمارين أي كاسو عجري قرمي كوكو بلا بجري أريماس قف كو حكولا هذا ما حسوسني فمركا أرنت أنا وكالي إن لغو برارك سنادو أي رجينا يا إن شاء الله تعالى إن وحان كسو ختمة يا مسألة ذن أن جعل السيد وكر إنها كهذلو قفك استحاضة قبته صلاة محك سمين إيسا علماء ذو حليهن دور أريمض أي سمين إيسا وحليهن مركة كواد وحالاق مارمان أو واجب أو شرط قفكاس وإني إيسا صوت ظاهرسو صلاة والبا أو صلاة والبا صوت ظاهرس ما أهن إني قبيسته أو حالو لجيدا محلكو ليك كإيماني وإني إسا صور دقضو وقتي إسا دقاي ساني ووقتي صلاة مركة وصور قلعي صلاة أدربتين إنا دوكتين وقتي قيدة وإنو صور قلو مركة وصور قلو أيو حاسمي نسا سوليد أيو قليسا محلكاس أيو إسكا دقاي إسكا ظاهري نيسا وحي هورا كوكو جريو هالكاس أدكو إلالي نيسان وح عصوب أيو قلي نيسا وحي هورا واد بدليسا إسلا مركة وقفك وويسي سانيا مركو ويسيد دم إسلام مركينا صلاة أيو دكانيا وحال دي ذي وحكال إنو كو مشغول هاد دي إيو وحكال أو كو مشغول وأن مصالح صلاة أن كميد أهينين قفكاس وحال ليه وإني سو بلاو ذا سو عليسا إس الظاهرين تي إي ويسدي وإني سو عليسا سو مركات سو ويسيستيت وإني سجاية دا ذي سمرك وآديكتيت صلاة أدوكتيت هل كاس وحان أغبحاني مسألة ذي كوساب سند استحاضة ذي عشر كان قد قلينا ويحرم بالحيد والنفاس ثمانية أشياء شيق وحيري ويحرم وح حرام أهانيو بالحيد حيد سببتيس وح حرام كأهانيو إي والنفاس النفاس سببتيس ثمانية أشياء سدد أريمود أي حرام كأهانيو سدد أريمود أي شيق نوشيقيا الصلاة صلاة أي حرام كأهانيس والصوم صوم أي حرام كأهانيو وحنا لو سدلي سيدة حديثك أو التقانان عايش إيتري فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة وحنا لفرجر صوم كنا سو قضينو نلما فرجرين إنا ما أركتا صلاة أن سو قضينو وقراءة القرآن قرآن أقرين تيس أي حرام كو أهاني قرآن إلا أقري سيدو كالي قفك حيث قبت النفاس قبت وحرام نبي نوحو يري صلى الله عليه وسلم لا يقرأ الجنوب والحائض شيئا من القرآن قفك جنابة قبا يقفك حيث قبا ما أقرنا يان شيئا من القرآن وحو قرآن كميد إنك سو علماء قارك وضع حديث كان ضعيف يان علماء سيدو كالوح أسود لسدان قياس علي بن أبي دال رضي الله تعالى عنه حال قوري إنه يري نبي صلى الله عليه وسلم سوليد أيو كسو بحجري فيقرئنا القرآن قرآن كأيونو أقري جري ويأكل معنا اللحمة هلب كانوا أنا لعني جري ولم يكن يحجبه أو قال يحجز عن القرآن شيء معنا قرآن كوحبا كما علي جرين أو مروا بالنبي القرآن كو أقري جري ليس الجنابة إلا الجنابة وحا كعلي جري كلي جنابة مركو جنوب كيهي قرآن نبي كما أقري جري صلى الله عليه وسلم مركو ما دام قرآن كأن جنابة لغو أقري كرين حيث كان وكهبون يهيو وما أرسابت أهل لبض ضبة وحدث أكبر أيالي رهذا قبيس أيو أباهيه لبا هل كاس أيو وقياس قاتين ومس المصحف وحمله ومس المصحف مصحف تابشريس أي حرام كأهان أيو إيو حمله حماري ديس قرآن كإن تابتان إيو إني حماران قفك حيث قفت إيو قفك نفاس قفت
وحرام صوبته إله وحير الله يمسه إلا المطهرون قرآن كما تابنا إلا المطهرون كولا طهر موي نبي صلى الله عليه وسلم كتاب ورقد ودري يمن وحاكجري أن لا يمس القرآن إلا طاهر قرآن كإنو سنتابنين إلا طاهر قف ظاهر موي أريماس أسود لسيدان ودخول المسجد مسجد قليديس أي حرام كو أهانا مساجد إن قلان وحرام وهدي مساجد قلان معناه حلو الجدا إن مريان هدي مريان وحرام وحشر دي هدي كعب سنة إن هاليسو لكن هدي سن كعب سنة إن مساجد هاليسو أي ليك كو هاليسو ويمر كرتا الباب مساجد إن كجشو أي الباب كالأغبح كرتا إن فريستني تعلم أقوله أسلم به إن فريستة يكون نجاته تعلم أقوله وحنا الدليل أه عائشة رضي الله تعالى عنها وحيتري قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمرة من المسجد مسجد كي النبي كجري عائشة جرجي أي كجرت مركز أيوه حيري سجائد إيسو إب عائشة مرك عائشة وحيتري فقلت إني حائض يا رسول الله أنا قبر حيل قبت أيان أهي مرك قبر حيض قط أيان أهي فقال النبي وحير إن حيضتك ليست في يدك وعن حيضك قعنت هذا كمسوغن أو قعنت هذا مسايدك هذه أتسوق جلست تا دم مالهان هل كاسمرك وحي أسود جلسدين إني قبر حيض قط أن مسايدك سوق جلكرين أن ما أردكون نقا كرين والضواف ضواف أي حرام كو أهانيو ضواف وادوكتين شروط الضواف كو حاكمي ده إنو قفك الظاهر هاي عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أيا وحي تري ديق على يا إمادي نبي جمرك أيا ويدي وحويري افعلي ما يفعل الحاج وحاس ميسا قفك حاجي وحو سمينا يسمي غير أن لا تضوفي بالبيت حتى تظهري أو بيتك هالضواف إلى كظاهر نقطت سداس أيو النبي صلى الله عليه وسلم والوضع وضع أي حرام كأه إن قفك حيث قبت أما نفاس قبت إن لوطي للجماع وحرام إلى وحير فاعتزل النساء في المحيض دمرك أغفق هذا ماشى حيثك كإماذا أما الزمن حيثك كفق هذا والاستمتاع راحيسي أي حرام كأهانيو بما محل ورغ حيستو بين سرة والركبة هذا جلبك إي حنورت إنت أود حيستو إن قفك لورغ حيستو أو حيثك قبت أما نفاس قبت وحرام أي هدهين علمدين وحي أسود للسيدين حديثك النبي قال ويدي صلى الله عليه وسلم ما يحل لي من امرأتي وهي حائض حاسك مركي أحيدك قبته ما حلال إقاقا قال وحوير النبي لك ما فوق الإزاري وسكنتيك وحكا كوريو أيا كوبانان معنا وسكنتيك وحالي رماش لغا حرتو إلا ماش أكا قاريو ماش لغا حرتو وحنورتا ماش أكا قاريو واجيلبك انت قد حيسو أيا حرامك انت سأنان أهينين حلال أي كوتهي حديث كان علماء way daciifiyaan waxay dhahaan waxa xaraamta ah waxa way meesha dhiga ka imaada kali in laga agdhawaado ay xaraamka ah laakiin meelaha kale qofka boodadeed iyo meelaha kale waa laga maal qofka waa u raaxaysa kara waxa shardi inuu san u dhawaanin maxay la xadiis sax ah ay u soo dilisadaan culimada waxay dhahaan nabiga xudu sallallahu alayhi wasallam isna'u kulli shay'in wax walba sameeya illa nikaha macna illa aljamaa'a jamaa'a sameeynina halkaas ayay waxay dhahaan wa waxa xaraam kaliya halka dhiga ka iimaanay mooy meelaha kala qofka waa lagu raaxisa kara laakiin waxay dhahaan culimada isku waawada waafaqsan yihiin waxa sunna u haboon qofka inuu halkaas ka agdhawaanin ayaa ku haboon maxay la hadii uu ka agdhawaado waxa laga yaaba inuu ku dhaco karaaci yar ah hawl al-hima yushiku an yaqaa fihi halkaas ayuu wuxuu uga baxay waxyaaba xaraamta ku ah xeedka in nifaaska halka wuxuu ugu barayaa qofka janaabada qabo waxyaaba xaraamta ka ah wa yahrumu waxa xaraam ah ala junubi qofka janaabada qabo korkiis waxa xaraam ka ah khamsatu ashiya shan arimood ay xaraam ka ah as-salatu salat ay xaraam ka ah wa qira'atu al-quran qira'a akhridis ay xaraam ka ah wa massul mushaf mushaf tabis ay xaraam ka ah iyo hamlu hamaridisa kulligood adiladeedu waa soo marnay halka waxa hamlu hamaridisa qof aan daahir ahaynin kitab quraan ma hanbaari karo waxay dhahan culimada ka soo reebaan hadii alaab uu ku xambaarayo mesela boorso ayaa wadata dhar ayaa kugu jiro ama buugag ayaa kugu jiro hadii kitaab quraanka ku jiro oo aad qaadanaysid boorsada niyad aad ku qaadaysana ay tahay alaab ayaa wataa taa waa ku qaadi kartaa laakiin hadii niyadaad ay tahay inaad ku qaadiso kitaab quraanka
taas ayaa xaraam ah ayay leeyihiin. Wadawaafu dawaaf ayaa xaraam ka ah qofka janaabad qabo. Waa lubthu nagaashu fil masjid la nagaadan waa xaraam. Qofka janaabad qabo masaajid kuma nagaa karo. Sidaas ayay leeyihiin. ويحرم على المحدث ويحرم حرام على المحدث قفك حدث كأسقر كقبو وقفك ويسد أباهن أيا لولجيدا وحرام كأه ثلاثة أشياء سد حرموض أي حرام كأه الصلاة صلاة أي حرام كأه والضواف الضواف أي حرام كأه ومس المصحف مصحف تابشيس أي حرام كأه يحمله حمار ديسا سد حرس أرموض أي قفك ويسد أنقبين حرام كأه qofki janaabad qabo wixii xaraamta ka shan ayaan ku soo sheegney qofki xeelka ama nifaas qabo wixii xaraamta ka ana waxaan ku soo sheegney sideed arimood waxaan ku soo khatimayaa kelimadeeda qofka xeelka qaba iyo qofka nifaas qaba iyo qofki janaabad qabo waxaan dhahan quraan in aqriyaan xaraam ay ka tahay waxay dhahan culimada waxaa laga soo reebayaa arinkaas quraanka loo aqrinayo dikri ahaan loo aqrinayo oo qofka asigoo janaaba qabo ama xeed qabo ama nifaas qabo ayuu rabaa inuu jiifto qofkan waxaa loo sunayaa inuu aqriyo aayad kursiga labada aayad ugu dambeysa suuratul baqara suuratul ikhlaas suuratul falaq suuratul naas markaa dikri ahaan ayuu u aqri karaan quraan ahaan uma aqrinayaan dikri ahaan ayuu u aqrinayaan taa arrimahaas oo kale way ka soo reebaan marka waxaa loo baahan yahay insha allahu tacaala in lagu dhego axkaamtan qofkan oo aqoon u lahaado sababtoo ah waxay ku tacaluqaan cibaadadeena iyo salaadeena ayay ku tacaluqaan ilaahay subxaana wa tacaala ayaa qof walbana hortegi doonta waxaan ku baraarujinayaa sidoo kale masaa-ishan waa masaa-il ay qabaan madhabka shaaficiyada waa laga yaabaa inay culama kale madaahib kale ay uga duwan yihiin masaa-isha hadda aan sheegnay inay uga duwan yihiin ay dhahayaan way u banaan tahay qofka inuu qur-aanka aqriyo way u banaan tahay qofka xeedqaba masaajidka inuu ku nagaado arrimahaas oo kale waa laga yaabaa inay culamo kale qabta laakiin markaan hadleyna anaga waxaan ku salaynaynaa madhabka shaaficiyada sida uu qabo waxaana rajaynayaa insha allahu tacaala qofka inuu ku dhego meesha uu isdhihi karo waa axwadka meeshka dadaalka badan qofka waa inuu ku dhega iyo meesha aayaadka iyo axaadiista ay tiigsanayaan marka halkaas ayaan kelimadii kusoo khatimayaa casharka kusoo khatimayaa waxaan khalday naftida shaydaan ay ka ahaadeen waxaan saxayfa min allahi subxaana wa tacaala wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.